على الطريقة اللبنانية. عراقيون ودعوا أموالهم لدى أحد المصارف الأهلية المجهزة، ثم اختلسها مالك المصرف كما يقولون، فخرجوا بتظاهرات أمام البنك المركزي مطالبين بأموالهم. محمد جعفر أحد الضحايا المودعين أموالهم لدى المصارف الأهلية، ودع 50 مليون دينار، وعندما أراد أن يسترجعها في اليوم الثاني تبين أن حسابه خال من الأموال. أخذوا الفلوس من عندنا، وثاني يوم جيت يابا شهد أدق الماستر ماكو فلوسي، كان يقول روح عمي ما عدا سيولة روح هاي، وحتى المصرف عزل. مشكلة استرجاع الأموال لم تقتصر على هذا المصرف الذي اختلس أكثر من 1 مليار دينار، بل أن أغلب المصارف الأهلية اختلست المبالغ لكن بطريقة مختلفة، وراحت تعطي أموال زبائنها بالدينار بدلا من الدولار المودع، خاصة بعد تدهور الدينار وعدم وجود غطاء قانوني لحماية مبالغهم. الموضوع صار بين مصرف البركة وبين البنك المركزي وبين مسجل الشركات وسعد بنية، يعني المحصلة ما موضوعنا أنه سعد بنية استولى على أموالنا وطلع خارج العراق، والحكومة دا تفشل أنه تجيبه وتجيب حقنا بها. باختصار هذه هي القصة. اليوم جينا بمظاهرات أمام البنك المركزي للمطالبة بأموالنا المودعة عند مصرف الوركاء والمتلكة عن سدادها إلى المودعين. اقتصاديون حذروا من خطورة الوضع المالي في العراق وتداعياته السلبية التي ستؤدي إلى غلق المصارف الأهلية جميعها بسبب تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلد. مهدي غريب، 1 نيوز، بغداد.